إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا طبعا هذه الندوة التثقيفية 32 للقوات المسلحة المصرية، وأيضا في بالتزامن مع ذكرى الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر 47. تابعنا عدد كبير جدا من التصريحات المهمة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا لعدد من المسؤولين المشاركين في هذه الندوة التثقيفية. لكن بمزيد من التفاصيل نناقش ما جاء في هذه الندوة مع دكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام. دكتور حسام، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي وأهلا بكل السادة المشاهدين. الحقيقة أنه الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها طبعا بتعتبر دلوقتي في العصر الحالي عنصر مهم جدا من عناصر الإعلام، تم التركيز عليها خلال الندوة التثقيفية من الرئيس، ويعني أشار إلى ضرورة مواكبة الجيل الرابع والخامس والحرب التي بتشهدها مصر من مستخدمين هذه الوسائل لترويج الشائعات ولفبركة الفيديوهات ونشر المعلومات المغلوطة ضد الشعب المصري والدولة المصرية. إزاي حضرتك بتشوف في هذا التوقيت أهمية الإعلام، أهمية التصدي لكل هذه المحاولات؟ طبعا في البداية بنؤكد على تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة أو فعاليات الندوة التثقيفية 32 للقوات المسلحة. فيما يخص الإعلام وملف حروب الجيل الرابع والجيل الخامس، تصريحات السيد الرئيس كانت مباشرة، إنه الحروب المباشرة كانت تستخدم في الماضي لإسقاط الدول وعرقلتها وهزيمتها. الآن هناك أجيال جديدة من الحروب تتعامل مع القضايا والتحديات الموجودة. الغرض النهائي هو الوصول إلى الرأي العام، لأنه الرأي العام هو أداة تنوير الشعوب. الرأي العام هو اللي من خلاله تستطيع الدولة أن تحافظ على استقرارها. نعلم جميعا أن المسؤول الأول عن بناء الرأي العام في أي دولة، ونتحدث عن الدولة المصرية، هي وسائل الإعلام. عندما يتحول الرأي العام إلى رأي عام سلبي فيصبح أداة لتدمير الدولة، هذا ما نحذر منه دائما. يبقى يجب أن ننتبه جميعا كمتخصصين وكقنوات فضائية إخبارية أو رسمية أو خاصة إلى آخره، تنتبه جميعا وكل عناصر ومؤسسات الإعلام في مصر إلى أن الغرض النهائي هو صناعة الرأي العام، هو التأثير على الرأي العام بشكل إيجابي. يجب أن نركز دائما أن لدينا إنجازات ونجاحات في ملفات عديدة. نجحت الدولة المصرية في اختراق كل الملفات وكل القضايا، ولكن التركيز الأساسي أن لدينا تحديات، وأن القضية الأساسية تتلخص في فهمنا لطبيعة وحجم هذه التحديات، سواء كانت تحديات داخلية أو خارجية. في القديم يمكن يا دكتور كان بيتم استخدام هذه الوسيلة لكن بالتواصل المباشر، يعني بكل المؤرخين بيذكروا فكرة أنه كان في محاولات للوقيعة في داخل الشعب المصري، وأي أي أي محاولات كانت بتتم من خلال المقاهي، من خلال المجالس، من خلال التواصل المباشر مع المواطن. ويمكن هنا الفارق الكبير بين ما يحصل الآن وما كان يحصل قديماً. إزاي حضرتك بتشوف درجة الوعي، واللي اتكلم كمان عنها الرئيس السيسي في هذه الندوة، اللي جعلت المواطن المصري يتصدى لهذه المحاولات رغم أنها الآن أعنف، لأنها بتجيله وهو موجود في البيت، وهو موجود في أي مكان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حسابه الشخصي حتى بيشوف هذه الوسائل، بيشوف تكرارها بدرجة كبيرة وبكثافة كبيرة جدا. أتفق تماما مع كلامك يا أستاذة إيمان، ونؤكد حتى لو قلنا انه الرقم انه هناك 53 مليون مستخدم للانترنت في مصر. اذا هناك امكانيه للوصول الى ال 53 مليون مستخدم. المشكله الحقيقيه كيف نصل اليهم؟ وما هي الرساله التي توجه اليهم؟ للاسف الشديد منصات ومواقع التواصل الاجتماعي عبر قوى الشر والارهاب وتلك القنوات الخبيثه اللي هي قنوات ارهابيه بالفعل، كل هدفها هو الهدف النهائي هو إسقاط الدولة المصرية، وبالتالي التركيز على الرسائل السلبية والتضليل والفبركة وتزييف الوعي وتضليل الرأي العام، ثم يتم بث ذلك بشكل مكثف ومركز
وممنهج وممول، وخلي بال حضرتك هذه الامور تتكلف ملايين الدولارات بالتاكيد، ليست امور بسيطه. يمكن في اصلا يا دكتور استكمالا فقط لهذه الجزئيه، كان في تقرير صادر عن يعني احدى وسائل الاعلام الدوليه، لا اتذكر اسمها الان، لكن هذا التقرير رصدناه وذكرنا فيه الاموال التي يحصل عليها من يعملون في هذه القنوات، وخصوصا من يتخصص في مساله السوشيال ميديا والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أنا بقول لك إنه تم إنفاق ملايين الدولارات، أضف لذلك للسادة المشاهدين أن الميزانية مفتوحة، يعني ليس هناك سقف للإنفاق على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، أولاً لأنه واقع افتراضي وبالتالي يمكن لأي أحد العبث به. المشكلة الحقيقية بالنسبة لي كمتخصص في الإعلام تتلخص في المضمون، ما هو المضمون الذي يراد ان انا في الاخر اوجهه او انقله او يتم بثه؟ نعم. المحتوى عندما يكون محتوى خبيث ويتم التركيز عليه عبر ملايين الصفحات المموله ثم يتم بثه، قلت لحضرتك الرقم، خليني اقول لك انه عندي ما يزيد على 37 مليون مستخدم لموقع بث زي الفيسبوك في مصر. صحيح. وبالتالي الوصول بهذه السرعه والانسيابيه مع استخدام صفحات وهميه، مع استخدام امور التمويل والصفحات المموله، يجعل هذه الرسائل متاحه باستمرار. ولذلك دورنا كوسائل اعلام، احنا في نهايه الامر لا نحارب تلك القنوات، نحن نحافظ وندافع عن استقرار الدوله المصريه وعن الشعب المصري وعن مقدراته، وهذا هو الهدف النهائي. وبالتالي يجب ان نركز دائما اولا على الرسائل الايجابيه، ثانيا على نقل الحقيقه من موقعها بشكل مباشر واني، ثالثا لغه الارقام. خلي بالك عندما نتحدث عن لغه الارقام، صحيح. الارقام لا تكذب ولا تتجمل. نعم. عندما نعرف اليوم، وهذا الرقم يعني فيما سبق تم ذكره، انه الدوله ترصد 4 تريليون جنيه لتنفيذ المشروعات القوميه من 2014 والى 2020، هذا رقم مهم. عندما نتطرق الى اهم المشروعات، انا لو عدت لحضرتك كم المشروعات القوميه والمشروعات الكبرى التي نعمل على انجازها، وتم انجاز الكثير منها بالفعل، والجميل انها في كل المحاور وتستهدف كل الفئات. صحيح. نحن الان نعمل على تنميه شامله ومستدامه للدوله المصريه بكل مؤسساتها حتى تكون الدوله المصريه دوله قادره. خليني اقول لك مثلا انه في ازمه زي ازمه كورونا، انا بقول انه مصر سددت 35 مليار دولار كانت دون والتزامات خارجيه، انه دخل منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 431 مليار دولار تدفقات نقديه. القوه او العمله المحليه زادت قوتها بنسبة 1.4. نعم بالتأكيد. هذه كل التفاصيل دي يمكن مهم جدا ذكرها دكتور، وفعلا دكتور مصطفى مدبولي ذكرها اليوم وذكرت في أكثر من مناسبة وفي أكثر من افتتاح للمشروعات القومية. بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا على هذه التفاصيل اللي وضحتها لنا. دكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام، أشكرك جزيل الشكر.